صدر الله جل وعلا به سورة المؤمنون، فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعض أهل التفسير يقول إن الله لما خلق جنة عدن قال لها أنطقي، قالت: قد أفلح المؤمنون. فالفلاح الظفر بالبغية ونيل المطلوب، والمطلوب الأعظم لكل مؤمن ومؤمنة أن يطأ بقدميه الجنة. ولا يتصور أن أحدا يعلم أن وراءه موت، أن وراءه موتا ووراءه بعثا ونشورا ووراءه دارين لا ثالث لهما، ثم يقع في ذهنه في خلده أن يبتغي مطلوبا أو مقصودا أو بغية غير الجنة. فلما خلق الله الجنة أمرها أن تنطق وهو ربها، فقالت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجعل الله جل وعلا عنوان الفلاح الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة له أسباب، لكن من أعظمها خشية الله خارج الصلاة. فإن من وقف عند حدود الله قبل أن يأتي المسجد، والله يبتلي كل غاد إليه بشيء يحبه مما حرمه الله، وشيء ربما ثقل على النفس مما أمر به الله. فإذا قدر على الثاني أن يأتيه وعلى الأول أن يتركه، فإذا وقف بين يدي الله قلوب العباد بيد الله، فيرزق الله الخشوع من أحسن الصلة بربه قبل أن يقف بين يديه. والوقوف على أبواب الملوك، على أبواب الأمراء، على أبواب السلاطين، لا يرونك إلا ساعة أن تدخل عليهم، فينظرون إلى محياك، إلى مرآك، إلى ثيابك، إلى ما تكتنزه وباد عليك، وقطعا يجهلون عنك ما كنت قبل أن تدخل عليهم، فيعاملونك بالساعة التي وقفت فيها بين يديهم. أما الوقوف بين يدي الله فإن الله أعلم بك من نفسك، لا تخفى عليه خافية. فكلما كان الإنسان وهو في سيره إلى الله يتقي ربه ويخشاه ويتولاه ويقف عند حدوده فلا يتجاوزها، ويأتي ما أباحه ما أمره الله جل وعلا به ويحسن ويعطي، فإذا وقف بين يدي الله رزقه الله جل وعلا رحمة منه أن يخشع بين يديه. وربما صلى بجواره من لم يرزق شيئا من هذا الحظ، فيقرأ الإمام قراءة هي عند الناس يعرف باللغة العامية الدارجة قراءة عادية، وربما قرأ آيات ليس فيها مزيد وعد ولا مزيد وعيد، وترى هذا خاشعا منكسرا مبكيا، فيقول الذي بجواره: سبحان الله، ما الذي يبكيه؟ على ما يبكي؟ لما ذرفت عيناه؟ لما وجل قلبه؟ وليس الشأن شأن تلك اللحظة، إنما الشأن قبل القدوم إلى بيوت الله. فكلما كان المؤمن قبل أن يقدم إلى بيوت الله يشعر على يرغب يحافظ على أن ينكسر حاله، كلما انكسرت وأنت تأتي بيته أحسن برحمته أن تقف بين يديه. وإذا كنت تأتي بيته، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وفي قلبك من الكبر ما فيه، فلا تطمع أن يرزقك الخشوع بين يديه. الخلق خلقه والملك ملكه، وهو جل وعلا أعلم بمن ينال حظ أن يخشع بين يديه، لأنه رتب على هذا فلاحا عظيما وجنة عالية. وقال وقوله الحق: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.